زميلي المحترم مصطفى طنطاوي. مساء الفل يا درش. يا نور يا استاذ ايهاب، ازي حضرتك؟ ممثل حضرتك وعلى الساده المشاهدين. حبيبي يا درش، الاستاذ مصطفى طنطاوي بقى ناقدنا الرياضي الكبير، وانت موجود النهارده مع المنتخب في التجمع وطائره المنتخب الخاصه والسفر. ايه احساس اللعيبه بقى وفي طياره خاصه وصورهم على الطياره لغايه الوصول لسويسرا؟ وبعد كده هناخد منك بقيه الاخبار. والله يا كابتن، كان في شعور بالسعاده البالغه لدى الجميع من اعضاء البعثه. حدث بفتكر ان هو لاول مره في تاريخ مصر وفي المنطقه يكون في طائره خاصه لاي منتخب في المنطقه. لكن انا ممكن اقفز مع حضرتك قفزه بسيطه استاذ ايهاب للحظه وصولنا لمطار زيورخ الدولي. تمام. لما حضرتك تشوف جميع العاملين بلا استثناء اللي موجودين على ارض المطار وهم يتوقفوا عن العمل ويبصوا بانبهار للطائره المصريه ويتسابقوا على اخذ صور سيلفي مع الطياره واللي بيتطور معاها واللي وقف يتفرج عليها ويصورها، فدي حاجه تقول لنا قد ايه ده حدث فريد من نوعه بيحصل مش بس في مصر، في العالم كله. لان حضرتك لو رجعت وفريق الاعداد بتاع حضرتك راجع هيلاقي ان ده حدث فريد من نوعه بالنسبه لمنتخبات العالم مش بس في المنطقه العربيه. تمام مصطفى. بقى شعور اللعيبه بقى وهي راكبه الطياره وصورها على الطياره، وبعض شفنا برضو عدد من الصور اللعيبه بتحتفي وبتحط على الاكونتات بتاعتها وبتتكلم، في حاله من النشوه والسعاده. حاله سعاده بالغه طبعا يا استاذ ايهاب، لما نقول ان ده انجاز تاريخي بالصعود لكاس العالم بعد طول غياب، لما نقول ان منتخب مصر الوطني عنده مباراه يوم الجمعه مع بطل اوروبا منتخب البرتغال، لما نقول ان صلاح هيواجه كريستيانو رونالدو، لما نقول كل ده يبقى لازم يكون لا. وبعدين لو بصينا استاذ مصطفى على ارقام صلاح وكريستيانو، لا احنا هنقول بقى احنا عندنا نجم كبير جدا ونجم عالمي. الحمد لله محدش احسن من حد. في هاتريك في تجميعة اهداف، في تجميعة اهداف، في فرق هدف، في تجميعة الاهداف. لا طبعا، ما هو ده يا استاذ ايهاب يقول لنا يعني ايه احنا 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 وصلنا فين. يعني يا استاذ مصطفى، لما يبقى المنتخب المصري بيلعب والمنتخب البرتغالي هداف الدوري الاسباني وهداف الدوري الانجليزي. بالظبط طبعا يا استاذ ايهاب. طبعا حتى كمان جمعني حوار فني مع 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 مع, مع الجهاز الفني، فهم بياكدوا على خطتهم للمباراه وانهم بيعدوا خطه للمباراه لمواجهه الهجوم البرتغالي والعمل مفاجاه ان شاء الله رب العالمين في المباراه وتحقيق نتيجه يكون الشعب المصري والجمهور المصري راضي عنها. استاذ مصطفى، الاقامه بقى في سويسرا، القعده هتقعد ازاي؟ تدريباتها هتبقى امتى؟ في مباراتين، مباراه ان شاء الله يوم الجمعه ومباراه يوم الثلاث، المباراه الاولى مع المنتخب البرتغالي، الثانيه مع اليونان، وتقريبا بتوقيت مصر الساعه 10 الا ربع المباراتين. المنتخب الوطني وصل زيورخ في سويسرا في تمام الثانيه والنصف بتوقيت زيورخ، سكن في الاوتيل بعديها بحوالي ساعه تقريبا. اللاعبين خدوا راحتهم واستعدوا للنزول للتمرين. التمرين بدا الساعه 7، اللاعبين اتحركوا من الاوتيل في السادسه والنصف. التمرين يا استاذ ايهاب ما استمرش فتره طويله نظرا لتساقط السلوك بكثره على ملعب التدريب. تمام. وعلى المدينه عموما يا فندم. تمام يا استاذ مصطفى، اتفضل كمل. وعلى المدينه عموما فالتمرين ما استمرش فتره طويله زي ما كان مقرر ليه، لكن في البدايه اصلا كان مستر كوبر وجهازه المعاون قايلين ان التمرين عباره بس عن بدايه تجمع كامل لجميع اللاعبين، فك عضلات يعني، جمل تكتيكيه. بالظبط. استاذ مصطفى، يمكن اكيد في اهتمام، انا عارفك انك متابع بشكل كويس، بتنزل تشوف طبعا اعلام البلد اللي انتوا نازلين فيها، الاعلام البرتغالي بيتكلم علينا ازاي، اللعيبه المصريه وهي نازله، النجوم المصريه ازاي الجمهور شافها هناك، زي ما الناس اهتمت بالطياره، رصيد اللعيبه المصريه بقى في الاستقبال هناك. اقول لحضرتك يا استاذ ايهاب ان احنا مع زيارتنا اللي بداناها النهارده سواء لمطاعم او للسوبر ماركت او في الشوارع حتى، قابلنا مواطنين كتير من سويسرا، مواطنين اوروبيين، اصحاب محلات،
كله لما بيعرف ان احنا مصريين عارف كويس قوي ان في مباراه كبيره هتكون موجوده في المدينه هنا يوم الجمعه ما بين المنتخب المصري والمنتخب البرتغالي، حتى الجاليات العربيه، حتى الجاليه المصريه في واتحاد المصريين في اوروبا كان في استقبال اللاعبين وعايز يعمل لهم تكريم بعد انتهاء المباراه عشان ما يشوش عليهم. في حاله سعاده بالغه واحتفاء كبير جدا 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 بالمنتخب المصري، وافتكر ان اللي حققه المنتخب المصري جميع المواطنين العرب شايفينه حاجه كبيره بالتعاون والاشتراك مع باقي المنتخبات العربيه زي السعوديه والمغرب وتونس. استاذ مصطفى طبعا كل المواطنين اتفضل يا فندم. اتفضل. فطبعا كل المواطنين او المقيمين او الجاليات العربيه عندهم شغف كبير بحضور المباراه ان شاء الله يوم الجمعه، وان شاء الله تبقى مباراه كبيره وربنا يوفقنا فيها يا رب. اتفضل يا استاذ زاهر. استاذ مصطفى يمكن البدايه بقى بدايه استعدادنا للحلم الثاني، انت عارف احنا زي ما قلت لو سمعتنا احنا طماعين شويه، حلمنا الكبير كان التاهل لكاس العالم بعد غياب 28 سنه، لكن حلمنا اللي دلوقتي على الارض الواقع مع تالق لاعبتنا الكبار اننا نكون بنادي بشكل كويس وان ربنا يكرمنا نتاهل على الاقل للدور الثاني في كاس العالم. استعداد كوبر وجهازه المعاون، جاهزيه اللعيبه شايفها ازاي؟ والله يا استاذ ايهاب يعني اللي اتاكد لي النهارده في حواري مع الجهاز الفني ان مفيش مغامره بتجديد بالخطه، مفيش مغامره بالتجديد في اللاعبين الا في الاطار المحدود اللي هيخدم تحركات جديده وخطط جديده هيحاول الجهاز الفني ينفذها، لكن بنفس الحفاظ على التجانس وبنفس الحفاظ على القالب التكتيكي اللي بيحافظ عليه المنتخب المصري ويوصله لنهائي افريقيا ووصله لنهائيات كاس العالم. افتكر ده يا استاذ ايهاب هيكون الطريق اللي هيمشي عليه المنتخب المصري في الفتره اللي جايه لحين بدايه المباريات في كاس العالم. مش هيبقى في تغيير في اماكن كثيره، هيبقى التغيير محدود. التغييرات في اسماء اللاعبين حتى هتبقى محدوده وفقا لحاجه الجهاز الفني وللتجارب اللي هيعملها الجهاز الفني عشان يستقر على تطعيم المنتخب والقوام الاساسي بعناصر جديده من عدم. وده طبيعي يا استاذ مصطفى. اخيرا لو عايز تضيف اي حاجه او عايز تخصنا بقى بحاجه كعادتك يعني. والله يا استاذ ايهاب معلش، ولانه يوم السفر فالجميع مرهق ومفيش نفس لاي حاجه، لان جينا من المطار وجرينا علشان نلحق نروح التمرين وجرينا علشان نلحق نرجع الاوتيل. فهو طب انا كنت يعني انا كنت متابع كده مع البعض اللي احنا تايهين عن الاوتيل، هل فعلا ده حصل ولا البعثه راحت على طول على الاوتيل؟ لا لا اطلاقا طبعا. كل حاجه متجهزه تمام جدا، يمكن بس في بعض الاعضاء من البعثه المرافقه لكن مش من الجهاز الفني ولا من اللاعبين ولا حتى من اتحاد الكوره. تمام. كلهم في اوتيل واحد ووضعهم محجوزه والموضوع منظم جدا. وفي جهد مبذول كبير جدا من الشركه الراعيه ومن اتحاد الكوره لراحه المنتخب وللوصول للنتيجه المرجوه ان شاء الله من التجربه الوديه الاولى امام البرتغال، كمان التجربه الوديه الثانيه امام اليونان ان شاء الله. اشكرك الاستاذ مصطفى طنطاوي طبعا نقيبنا الرياضي الكبير على هذه المداخله وهذه طبعا المعلومات القويه، كل التوفيق للمنتخب المصري.